السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب السادس الابتدائي وطلاب الثالث متوسط ألف ألف مبروك. طبعا قبل قليل نزل قرار من وزارة التربية أنه يسمح لطلاب الثالث متوسط والسادس الابتدائي أداء امتحان الدور الثاني إذا كان الطالب راسب بثلاث دروس بدل ما كان القرار أنه راسب بدرس أو درسين. هسه القرار الجديد إذا كان الطالب راسب بثلاث دروس يحق له أن يمتحن دور ثاني، أما الطلاب اللي راسبين بأربع دروس فما فوق للأسف ما يحق لهم أداء امتحانات الدور الثاني. وإن شاء الله أي أخبار جديدة من وزارة التربية راح أنزلها لكم بالقناة. وبنهاية الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات تصلك كل أخبار عاجلة من وزارة التربية أول بأول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.